بس داس ولو تفضلي يلا يلا متأسفة أنا مريضة شوية سلامتك بس صارت وقت للدرس الله يسلمك من واجبك؟ ما عندي واجبي قلبي كله طيب يا طلاب الآن سنشاهد المفردات الجديدة شو الآن؟ أنا بردانة ممكن أترك؟ لا لازم تركزي على الدرس anyway يا طلاب المفردات عندي سؤال شو بدك؟ بدي أروح إلى الحمام لا ما لازم تروح إلى الحمام لازم أروح إلى الحمام شربت قهوة كبيرة لا ركزي على الدرس أستاذ عندي سؤال تفضلي أي فيلم بدك تشوف؟ ما بدي أشوف أي فيلم بدي أنت تركزي على الدرس لازم تشوف تحت الكسب الفيلم ممتاز لا لازم تركزي على الدرس لا بدي أروح إلى الحمام مش وقت الحمام وقت للدرس شربت قهوة كبيرة لازم أروح إلى الحمام لا تركزي على الدرس أستاذ عندي قهوة يا بنت ما شربتي قهوة كبيرة؟ نعم ممكن أروح إلى الحمام؟ لا ركزي على الدرس أستاذ أنا جعانة ولو؟ عندك دجاج؟ لا ما عندي دجاج قرأتي كتابك؟ نعم ممكن أروح إلى الحمام؟ لا تركزي على الدرس نحن يجب أن نشاهد الفيلم تحت الكسف لا وقت الدرس لا بدي أروح إلى الحمام خلاص الآن صار وقت الدرس عندي سؤال شو بدك؟ عندك صاحبة؟ لا ما خصيك شو نمرة تليفونك؟ أنا تعبان وأنتي طالبة غريبة وهلا سنشاهد فيلمك